السلام عليكم. ندخلوا في الموضوع ديريكت لان راني ندير شاشه واحده اخرى قبل ما تبقى لنا في راسنا هذه الشاشه هذه، وهذا هو المشكل. هي لا مشات تبقى لنا في راسنا. طيب ها انتم انا سيدي يلا شحال هذه الكاميرا الخلفيه، شوفوا معايا هذه الكاميرا الخلفيه راه كتهز لانني فاتح الجهاز، راه شوف الكاميرا كتزعم هنا الكاميرا ايوا مخفي كيفي ايتها الكاميرا هي دي، والكاميرا الاماميه ها هي هانتوما شوفوا تشوفوا راسكم كنصوركم بالتليفون ديالي، شفتوا ها هي انا دا كانين وانا ميت. طيب اللي بغيت نقول لكم هو علاش درت هذه المقدمه، راه هذه هي اخر شيء غير حيت هلا فيشور اللي كنت نسيت بها هي هذه. جانا هذا الجهاز هذا اللي غادي تشوفوا مثلا غادي نهضر عليه، هو ان الكاميرا ما كتشتغلش، الكاميرا لا تشتغل الاماميه والخلفيه، فقمت باصلاح الكاميرا الخلفيه وقمت بعمل تيست لها وجمعت وستجدون كل شيء، يعني كل شيء. حاولوا دائما ان تتابعوا الفيديوهات من الاول للاخر، هناك مواضيع اتحدث عنها في الوسط فتكون يعني اذا فاتكم كل شيء. يا سلام اللغه العربيه اصبحت يعني اتحدث بها بطلاقه الحمد لله. طيب ما علينا، اما اللغه الدارجه فهي افضل، يعني تساعدني في ان اعبر عن نفسي كما انا، يعني كما اتحدث طبيعي يعني بضحكي وبكل شيء، ولكن ما علينا. المهم فقمت بتركيب الشاشه وتركيب كذلك الكاميرا ولم تشتغل الكاميرا الاماميه، فقمت بتست بعمل عندي هنا شاشه اخرى فقمت بتجربتها واشتغل كل شيء. طيب كي لا يقول شخص ولماذا لم تشغل الكاميرا الاماميه، لانني قلت في الاول انها كذا وكذا. المهم لا نطيل عليكم، انتم فهمتم كل شيء، يلا تابعوا الفيديو وخلوني نخدم خدمتي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم الاخوان؟ كلشي مزيان في امان الله، صحه لاباس، رمضان مبارك سعيد. الان نحن في شهر رمضان بطبيعه الحال، هذا الفيديو غادي تعمل في شهر رمضان باذن الله. عندنا واحد الجهاز، لدينا جهاز ايفون 7 بلس، ايفون 7 بلس. هذا الجهاز الاخوان مشكله وشعلة، ولكن مشكلة الكاميرا كما نلاحظ شاشة سوداء، ليس هناك أي شيء. نعم، وكذلك حتى الكاميرا الأمامية، نعم حتى الكاميرا الأمامية نعم لا تشتغل. طيب سأقوم بفتح الجهاز بطبيعة الحال وسأتجه مباشرة إلى البحث عن العطل، وسنحاول فتح مشكل أو معرفة المشكل العطل وسنحله بإذن الله. يعني سأذهب للعطل مباشرة وسيفيدكم هذا الفيديو إن شاء الله في معرفة من بين أسباب هذا العطل، إن شاء الله سنقوم بمعرفته بإذن الله. طيب سأقوم بفتح الجهاز وكذلك إزالة البوردة الكارت مير، غادي نزولها سأزيلها، ثم نقوم إن شاء الله بالاشتغال في الجهاز بإذن الله. طيب ما خصكم حتى شي حاجة؟ حتى شي حاجة مخصوصيش؟ آسف إخواتي، لا إله إلا الله. طيب أمور عجيبة وغريبة تحصل. كما قلت لكم أن هذا الجهاز خلاص أنا نبقى نقول لكم هذا الجهاز في مشكلة الكاميرا، صافي ندخلوا في الموضوع إن شاء الله. يلا السلام عليكم. نعم احبتي، هناك واحد الخلل وقع عجيب، وانني كنت اعتقد انني اصور يعني فقط كما تلاحظون، نحكي لكم الحكايه ما في مشكل. انا كنشغل اصور بالنوت 9 النوت 9 اصور الفيديوهات، ف كليكيت باش خرجت الكاميرا وقمت اعتقد انني وضعته على جهه الفيديو فهو كان في جهه الفوتو، وضغطت فدارت لي اشتغل، سبحان الله العظيم. ما علينا، سأشرح لكم بالخشيبات ما في مشكل. انظروا معي أحبت، أجي لهنايا نعم بهذا الشكل الجيد، يا سلام هكذا والله أفضل، يا سلام. طيب هذا هو بالضبط، هذا هو الكايل الذي قمت بتغييره ملف. نعم، وكما تشاهدون قلت لكم كنت أشرح، فكنت أشرح ولكن الله غالب. طيب هكذا، طيب هذا هو
الملف بالضبط، فكان قاطع فغيرته، وكما نشاهد يذهب إلى الدريفرات التي تمده بالفلطات. نعم، فالمسألة بسيطة، يعني الشرح بسيط وسهل. بالله عليكم، واش ماشي شرح بسيط وسهل؟ شرح لن تجده أبدا إلا عند عزيز الرشيدي. هذه هي شروحاتي وهذه هي طريقتي في شرح الأعطال، طريقة سهلة. أعطال الهواتف يجب فقط أن تتعامل معها وأنت مبتسم وأنت فرحان، فيكفي أنك تكون يعني إذا غضبت فلن أقوم بإصلاح أي شيء، فلماذا أغضب؟ لماذا أتعصب؟ سبحان الله العظيم، حتى بعد هناك الكلام الكثير، تعرفوا أنه كلام يعني موجات من الكلام، مع الموجة الأولى والموجة الثانية يقع هناك تخبط بارد، مع قليل من الهيجان والصيف والبحر والشتاء. هذه تفرتيتها باش بلا ما يعني غادي، هذا التمويه لكي ننطلق الى شيء اخر. المهم ساتحدث معكم ان شاء الله، ساضع وقت معين ان شاء الله لاتحدث معكم في كل شيء. طيب نشوفوا هذا الجهاز، هذا هل يعني بعد ما برد سنقوم بالقياس. جيد جيد جدا، هو جيد، ولكن هو جيد ولكن الله أعلم هل سيشتغل أم لا. طيب تعالوا من هنا، تبقاش عاد تعذبوني معكم. سبحان الله العظيم، ولا واحد فيكم قال لي يا عزيز رشيدي هات الكاميرا كي لا تتعذب. سبحان الله، ولا واحد كتبقاو غير سميتو. سبحان الله العظيم. طيب سأقوم بجمع الجهاز ونقوم بعمل تيست له، اشتغل او لم يشتغل سنكمل فيديو. اشتغل اقول لكم اشتغل مباشرة، لم يشتغل نقول لكم لم يشتغل، ولكن سنبحث عن العطل. اوكي اوكي اوكي. طيب الان جمعت الجهاز، فقط يعني جمعته في يعني لم اجمعه، يعني تسمعوا جمعته يعني فقط الشاشة والكاميرا. سنقوم بتشغيل الجهاز. أنصحكم دائما بتتبع فيديوهاتي من الأول للآخر، يعني من الأول للآخر، ففي بعض الأحيان أقوم بشرح أمور في وسط الفيديو وسأقوم بذلك في وسط الفيديو. انتبهوا وتابعوني جيدا. طيب على ما يشتغل الجهاز. طيب أريكم طيب أكمل، لقد اكتمل. طيب هكذا سنقوم بوضعه بهذا الشكل. بسم الله، شاشة سوداء. لا لا لا، ليست شاشة سوداء، لا لا لا، ليست شاشة سوداء. الحمد لله، شوفوا شوفوا معي، شوفوا. يا سلام يا سلام يا سلام. نعم الكاميرا، يقول لي واحد شفت الكاميرا، الكاميرا شوف ها انتم خلاص. الله يسعدك، مش حريمكم من حاجة ها؟ طيب أقول لكم على شيء ثاني. طيب خلينا من هذا، الحمد لله الفيديو سيعجبكم إن شاء الله، ولكن كي يعجبكم الفيديو يجب أن أشرح لكم الكثير والكثير عن أعطال هذا العطل، هذا ديال الكاميرا. طبيعة الحال أعرف أنا منكم من يريد أن أشرح له. طيب تعال هكذا وهكذا وهكذا السيف هنا. يا بسم الله، شوف الأحبة، شوفوا الإخوة، شوفوا الكتاكيت، وشوفوا معايا. طيب هكذا أفضل. نعم عدنا. طيب نشوف شي كاطمير باش نفسر لكم أحسن بشكل أفضل. طيب على سبيل المثال، نعم على سبيل المثال بحال هذا. طيب نوريكم. طيب هذا شوفوا معي، تشاهدون هاد الأيسيات مشاكل. المهم هاد الايسيات هادو هنا في بالنسبه للدونغل زد اكس دبليو لا يعطينا اسماء بالنسبه لل... طيب ما علينا، كما قلت لكم ان بالنسبه للكاميرا فهي ارتباطاتها كلها، شوف سهل الامر، بسيط بسيط ارتباطاتها، من ابتداء من الكونيكتور، الكونيكتورات ابتداء من الكونيكتورات. طيب تعالوا هنا، اجوا هنا. طيب يلا
مش حارمكم من حاجه. هاتوا شوفوا معي، حيد عليا. الله اكبر الله اكبر، والله الا انتم بغيتوا تخرجوا عليا. ها شوف شوف، رابط انا الجهاز نزل، الجهاز ايوا بصح انا طفيت الجهاز. لا ولكن لنتيقن هل لا زال يشتغل ام لا. اذا لم يشتغل الجهاز فستدفعون ثمنه انتم. الحمد لله اشتغل، الحمد لله لقد اشتغل الجهاز، الحمد لله. تعرف لو كان ما اشتغلش الجهاز ستدفعون ثمنه انتم المشاهدون. لنتيقن اولا قبل ان نعم كل شيء يشتغل الحمد لله، كل شيء يشتغل. الكاميرا المهم هي الكاميرا. نعم تشتغل الحمد لله. هيا هيا وزيدي لقد شتو حديث الكاميرا. الله إلى حديث ما علينا. هاي الكاميرا تشتغل. طيب أنا نقف. عزيز الرشيدي نعم. طيب هذه ما مركبش الكاميرا الأمامية، لم أركبها. طيب نأتي هون، هي ستشتغل إن شاء الله. طيب طفيو علينا، نحيدوا علينا. بسم الله على بركة الله. طفي علينا الشريط. بسم الله يا رب. الله أكبر. أنتم أنا بس. طيب خليه من بعد. طيب شوفوا معي انا. شوف طيب، ابتداء من الكونكتورات وكذلك القطع الملفات والكومبوزون كاملين اللي هما عندهم علاقه بالشاشه بالكاميرا وكذلك من الجهه الاخرى كذلك هذه الاي سيات الدريفرات فهم مسؤولين ايضا. في بعض الاحيان يعني ننصحكم نصيحه، نصيحه لوجه الله، وانكم انتم كتشتغلوا في هذه الاجهزه اياكم اياكم والاشتغال بشكل كبير وبحراره كبيره مع هذه الاي سيات، وكذلك لان تكون قادر على ان تنزع يعني مسار، والمسارات سهله يعني بالنسبه لنا لان لديها اربعه ارجل. وانصح دائما ما تقوليش تعبي الدرايفر ببريدج ولا، قم بوضع الارجل كما هي. انا جاوني كثير من الاجهزه يعني اتتني مخربه وقمت باصلاحها، نزعت وجدت يعني كوارث يعني بشريه وضعت في هذه الاجهزه. فانصحكم يعني وضع البريدجات اسفل الاي سي ووضع الاي سيات او درايفرات او اي شيء. صافي تفهمنا تفهمنا. طيب قلت لكم النصيحه التي اريد ان انصحكم بها، وانتم تتعاملوا مع الجهه لا تنسى ب اي سي الويفي، لان الاغلبيه من يشتغل في يا اما اي سي الويفي فيضرب الكاميرا، او من يشتغل في الكاميرا يضرب اي سي الويفي. نصيحه بمليون جنيه. طيب شنو نقول لكم، نتمنى من الله عز وجل الاحباء الاصدقاء ان تكونوا ناشطين ونشيطين وان تكونوا في صحه جيده باذن الله. ولا تنسوا الصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، ولا تنسوا ان تقوموا بشيء جميل اليوم وكل يوم. واتمنى من الله عز وجل في هذا الشهر المبارك ان يجعلني واياكم من عتقائه من النار. واش غادي نقول لكم، السلام عليكم.